يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني والله، انا بقالي يعني كده كام يوم ما صورتش، فوحشتوني وقلت بقى يلا اقوم اتنشط بقى كده واصور لكم فيديو النهارده. فيديو النهارده الحاجات اللي انتوا بتحبوها، اللي هي الاختراعات والافتكاسات الجديده. جبت منها شويه حاجات، وانا معوداكم طبعا كل الجديد لما بينزل بجيبه وبقول لكم عليه. انا كنت النهارده هصور الحاجات واستعملها في نفس الوقت واجربها معاكم، بس لقيت الفيديو هيطول جدا لان هما حاجات كذا حاجه يعني. فلقيت النهارده اللي انا اقول لكم عليها اصور لكم الحاجات اللي انا جبتها، ويعني جبتها دي مشتريات، وهصور لكم في فيديو على طول تجربتي معاها واجربها معاكم برضو في نفس الفيديو. تمام. طيب، اول حاجه معانا جبتها هي دي بتاعت الالوميتال برضو، اللي هو مروخنا على طول. بصوا اهي، وده الغيار بتاعها، يعني هي ليها غيار تاني، بتبقى عاملة كده، بتتفك اهي، بتتفك من ناحيتين هنا كده، تمام، وبتتركب كده. ودي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن بتبقى سفنجة كده بتتني، بتعمليها كده وبتركبيها طبعا، وبتمسحي بيها هنا المجرى بتاع الالوميتال الرفيع، او اي مجرى عندك رفيع، سواء بقى الباب بتاع الالوميتال برضو بيبقى فيه مجرى من تحت كده، او الشباك من فوق، يعني اللي انت عايزاه، اي حاجه رفيعه عندك بتعمليها. وليها كمان سبي يعني كفر، يعني واحد تاني، يعني غيار تاني. ودي كانت اهي مساحه الالوميتال، كانت ب 10 جنيه، كنت جايباها من عند هي وبس. هنجربها برضو سوا ونشوف ايه وضعها. وكمان دي يا بنات، دي قطاعه المفروض هي قطاعه للموز، بس بتقطع لك بقى الكيوي، الفراوله، الموز، يا دوبك بس بتعملي كده، بتقطعوا لك شرايح نفس الشكل برضو. ايه، انا بحب اعمل فروت سلد وكده، بحب الكلام ده، فجبتها دي ب 20 جنيه برضو. هنجربها مع بعض وهقول لكم عليها. كمان يا بنات دي جبتها، بس دي كانت اخر واحده كنت قايله لكم عليها قبل كده في فيديو بتاع يعني اللي هو الحاجات الستوك. بصراحه انا كنت رايحه عشان اجيبها. دي بتاعت ايه؟ بتعمل مثلا عامله حواوشي، بتقفل لك الحروف بتاعته اهي، وكمان من ناحيه بتقفل، تمام، ومن الناحيه الثانيه دي بتبقى زي سكينه كده بتقطع لك الحاجه شرايح. لو انت هتعملي مثلا اي حاجه تارت وعايزه عليه شرايح من فوق تعمليها اهو، تمام، بتقطع لك شرايح من هنا، ومن الناحيه الثانيه دي بتقفل لك العجينه، لو هتعملي حواوشي هتعملي اي حاجه بتقفلها لك. فعشان كده انا جبتها، بصراحه حبيت، اللي انا بحب الحواوشي فحبيت اللي انا اجيبها، بس ما لقيتهاش دي، لقيتها اخر واحده ولقيتها مفكوكه من هنا، فحطيت لها انا طبعا، انت عارفين بحب اتصرف واشغل دماغي، فحطيت لها من هنا كده زي بلاستيكه علشان تقفلها، وبصوا عادي اشتغلت عادي، تمام. ودي انا خدتها في الاستوك على فكره، هي سعرها الحقيقي العادي سعرها ب 30 جنيه، تمام. وعلى فكره انتوا سالتوني عنها كتير وما كنتش لسه جبتها، فجبتها وهجربها برضو معاكم. كمان للعجين دي برضو انا كنت جايباها قبل كده، مش عارفه وريتها لكم ولا لا، بس بصراحه لسه برضو ما استعملتهاش. اللي انت بتعملي كده بتطلع لك العجين مدور لو هتعملي سمبوسه، تمام، او مثلا فطاير او برك بالجبنه، اي حاجه، انا بحب الحاجات دي جدا. فهتعملي كده هتقطع لك، بدل ما تجيبي بقى إيه حاجه تقطعي بيها، لا هي بتقطع على طول، وبتاخديها تقفليها على طول وتعمليها، تمام. دي تقريبا كانت ب 25 حاجه زي كده. طيب بالنسبه بقى كمان عشان هنقول بقى سمبوسك والكلام ده كله، دي برضو اللي هي بتقفلي بيها السمبوسك. انا كان عندي واحده قبل كده بصراحه كنت جايباها زمان وما كانتش عمليه، بس انا دي برضو دي من هي بس عايزه اجربها، هل هي كويسه هتقفل ولا لا. برضو ده كل ده معاكم، وحجمها كبير. انا بحب السمبوسك اللي هي باللحمه او بالجبنه تبقى حجمها كبير، فالتانيه حجمها صغير، فبصراحه جبتها وقلت اللي انا اجربها برضو واشوفها، تمام. دي برضو انا كانت اخر واحده عندهم في الستوك، بس انا هي كان هيجيبوا تاني يعني، بس انا مش عارفه سعرها كام بصراحه، وانا خدتها عشان كانت لاست بيس يعني اخر قطعه، فبصراحه خدتها وقلت اللي انا اشوف ايه الوضع بتاعها، تمام. طيب دي انا كنت قايله لكم قبل كده اللي هي غالق الاكياس، دي انا جربته يا بنات وطلع حلو قوي.
دي هتعملي فيها اي كيس. هثواني برضو هوريها. لا خلينا بقى في فيديو تاني عشان خاطر انا مش عايزه الفيديو يطول. هتحطي الكيس كده وتقفليه، تمام تقفليه كده هيقفل معاكي ويبقى حلو جدا. ودي هتستعمليه كان مثلا اي كيس مسحوق اي حاجه. وبصوا من هنا كمان اهو بيتفتح اهو، تمام وبيتقفل، فحلو جدا في كده يعني عملي وحلو. ده كان مش عارفة برضو ب20 او 15 حاجة زي كده، تمام. طيب سألتوني كتير على موضوع الهوكات، يا غدا ايه الهوكات الحلوة. بصوا بالنسبة للهوك ده، الهوك ده ب5 جنيه انا جبت منه قبل كده، حلو جدا هايل وبيثبت حلو قوي. انا مثبتاه عندي حلو جدا اهو زي ما انتوا شايفين، بيبقى عليه اشكال. هو هوك كبير كده لو عايزة تعملي حاجة تخينة. ب5 جنيه كان من عند هي وبس، كان حلو قوي وبصراحة عجبني جدا، واللزق بتاعه حلو جدا للي حابب. كمان في الهوك ده، الهوكات دي اللي هي على شكل خضار او فاكهة، حلوين قوي برضو، بتشيل لغاية 3 كيلو اهو. بصوا مكتوب يا بنات 3 كيلو. حلوة جدا وثابتة، انا عاملاها عندي في الخشب في الدولاب من جوه، في الدرفة من جوه. مش عايزه اقول لكم ان هي خلاص انا يعني عايزه اغير مكانها او عايزه اشيلها احط حاجه تانية، مش عايزه تطلع، فسبتها عشان ما تطلعش باللون. ثابته جدا ما شاء الله وحلوه قوي قوي، للي حابب يجيبها برده حلوه قوي، تمام. كانت مش عارفه 15 جنيه او حاجه. بكمان الهوكات دي، الهوكس دي برضو انا جبتها، دي اللي هي بتتركب كده في الدرفه، بباب الدرفه نفسها او في اي حاجه عندك كده عايزه تركبيها من غير ما لزق ولا حاجه، برضو عمليه جدا. بركبها على اي حاجه عندي في المطبخ، اي رف اي حاجه بتركب عليه، وبتحطي بقى الفوطه بتاعتك، بتحطي اي حاجه حلوه ان هي كمان من غير لزق وتاخد اي وزن معاكي، تمام. دي بالنسبه للهوكات. بالنسبه لدي انا كنت جايباها بس انا ما عملتهاش معاكم تقريبا، للفلفل. جبتها للفلفل، تمام، حلوه حلوه وكل حاجه، بس مش عايزه الفلفل الصغير، تمام. انا برضو هبقى اجربها لكم قدامكم واوريكم وهي بتعمل لغايه ايه. يعني حلوه وعمليه اللي انت تعملي بيها كده، تاخدي اللي هو العنقود ده بتاع الفلفل، بس مش الصغيره قوي. انا بحب ساعات الفلفل صغير قوي. جبت كمان يا بنات دي، بس لسه برضو هجربها معاك. ودي بتاعت ايه، زي ما انتوا شايفين اهو، دي هنا تحطي فيها الاعشاب بتاعتك لو هتعملي شوربه، حبهان، النجمه، اي حاجه، اي حاجه تحطيها. وكمان الايدين بتاعتها زي ما انتوا شايفين اهو اهو، لو انت عايزه تحطي الاعشاب بقى جوه تروحي هنا عاملاها في الايدين، مطلعه بيها الاعشاب من الخضار وتروحي حطاها هنا وحطاها في الحله بتاعتك اهو، وتقفليها. طب انا افتحها برضو، حطها في الحله بتاعتك وتقفليها وتقلبي بيها. انا بقى مش عارفه هل ينفع ان احنا نسيبها جوه الحله ولا لازم اهو اهو يا بنات تحطيها هنا كده وتعملي كده وتحطيها في الحله. هل ينفع ان احنا نسيبها جوه الحله ولا لازم نشيلها من الحله؟ ده برضو هنعرفه مع بعض. دي كانت ب15 جنيه، تمام. طيب قطعت البطيخ برضو، هجربها معاكم في فيديو تاني عشان الفيديو ده خلاص اهو هيطول، فهنجربها مع بعض. بس هي حامية جدا عورتني، هنشوف حلوة ولا مش حلوة ونقطع بيها البطيخ مع بعض. دي كانت برضو ب20 جنيه تقريبا. الحاجة اللي جبتها تانية كمان من مش من هي وبس، لا من ودي كمان مش من هي وبس على فكرة، كاربت كيتي تقريبا. ده ايه ده؟ حامل للسبونشات والسلك والكلام ده كله عندي هنا فوق الحوض. عايزه واحد كبير لان بستخدم كل حاجه، سبونشه والليفه وقصدي والسلكه والسبونشه الكربون السيليكون والعصفوره والصابونه، يعني المهم يعني عندي كذا حاجه، فالصغيره مش مكفيه فجبت ده. بصوا يا بنات هو ده حلو في ايه اهو، هو طبعا مخرم من تحت وكمان ليه قاعده اهو، هو اتنين بيتكبوا فوق بعض اهو، ده الحامل. وطبعا بتلزقيه باللزق اللي هو طالع الجديد اللي هو دبل فيس ده، اللي هو الهايل ده، بصراحة احنا مش عارفين ازاي كنا عايشين من غيره. فهتعملي كده وتعلقيها وتحطي عليها حاجتك بقى كلها. ده كان ب30 جنيه، حلو قوي عجبني فقلت لازم اجيبه لانه كنت بدور على حاجة كبيرة كده. بصوا دي الاختراعات الجديدة اللي انا جبتها وهجربها معاكم ان شاء الله باذن الله. استنوني برضو فيديو هنجربه مع بعض،
ويا رب تكون الحاجات عجبتكم. هي ممكن تبان اللي هي حاجات بسيطه، بس انا انتوا عارفين بحب الحاجات الجديده اول باول، حتى لو انا كنت مش محتاجاها بس بجيبها اول باول عشان انتوا تعرفوا وتستفادوا. ويا رب تكون الفيديو النهارده عجبكم. في ناس هتقولي طب احنا كده استفدنا ايه؟ استفدتوا اللي انا قسمت الفيديو، مش هعمله كبير، لو عملته كبير هتقولولي ده الفيديو كبر يا غاده وطويل جدا، فكده خلينا خفيف خفيف برضو. والفيديو تاني هستعملها لكم كلها ونشوف مع بعض ايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اوعي تنسي اللايك. سلام عليكم، باي باي.